كده ليه؟ عقلك طاير من مدة كبيرة، خايف تذاكر ليه؟ هي المذاكرة صعبة ولا ايه؟ بتشيل ياما انت مواد كتير، داخل لينا بكحك وفطير، كل سنة الواد يطير من غير أسباب، بينام وبيحلم كل يوم في الساعة 12 كده يقوم ويصحى يذاكر العلوم، مفيش فايدة. داري داري يا صاحبي مهما تداري نفس الدرجة من غير تفكير، وهو عادي عادي محدش السنة دي بقى يذاكر ويجيب مجموع كبير. كل اللي بعت صورة غير ما عدا المذاكرة والصحاب، كم واحد ذاكر وسابك من غير أسباب؟ شايف في عينيك نظرة زعل بيزيد ويقل الأمل إنك تدخل جامعة نضيفة ومفيش أمل. مع جرس الفسحة زل زل تقوم كاتب ترن ترن، والأستاذ يديك بالقلم وترسى على مفيش. نادي نادي يا صاحبي مهما تنادي قصاد الناس أحد فات بالطوب، وهو عادي عادي محدش في الدنيا